بعد فتح وزير الدفاع النار على عدد من الأسماء خلال جلسة الاستجواب في مجلس النواب، سياسيون أوضحوا أن الأسماء لم تذكر جميعها، إنما هناك مجموعة أخرى ستطرح خلال الفترة القادمة. كثير من الأسماء طرحت وكشفت، وكثير من الأسماء الأخرى لحد الآن لم تطرح ولم تكشف. الشعب العراقي مطلع على تدخلات أكثر من جهة سياسية في وزارة الدفاع وفي بقية الوزارات. هذه الأمور يجب أن تكشف كلها أمام القضاء. أنا أأمل ولي ثقة بأن القضاء العراقي سوف ينظر بهذه الأدلة باستقلالية، بموضوعية، بمهنية. آخرون أشاروا إلى أن الأسماء التي ذكرت خضعت إلى التحقيق المتواصل حتى اللحظة، رغم وجود تحركات سياسية عديدة، لكن القضاء سيكون هو الفاصل في إظهار النتائج. بلا شك الأسماء التي كشفت خضعت إلى التحقيق المتواصل والجاري خلال الأيام المنصرمة، ولا زال التحقيق قائم ينتظرون النتيجة، لكن هذا لا يعني أن لا توجد تحركات سياسية بهذا الصدد. فاسد الآن هو الوجه الآخر للإرهاب ولداعش، يعني احنا بهالظروف هاي واكو فساد بهالطريقة هاي، انه يجب ان يتم يعني ينفذ القانون بحق كل الفاسدين، واتمنى ان يتم يعني فضح آخرين. وعلى الرغم من وجود مساعٍ حقيقية من قبل هيئة النزاهة للتحقيق في الأسماء التي ذكرت، إلا أن هذا التحقيق ربما يصطدم بجهات سياسية بحسب المختصين. من بغداد، ضياء حاتم، المدى.